خلاص صور. كان نفسي يفرحهم، هي الفرحة الكبيرة وخلاص يعني. قال هي دي الكورة في الآخر. زعلان على اللعيبة جدا، كان نفسي انه يكسب معهم البطولة، ان هم لعيبة بصراحة جيل مختلف، جيل بيضحي، جيل متواضع جدا. فالحمد لله قدر الله هم كلهم ابطال يعني. الحمد لله اسفين الشعب المصري كله. يكرم منتخب مصر رغم عدم حصولنا على كاس البطوله. ده وسام لكل رياضي في مصر، ان رئيس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي بيستقبل منتخب مصر. ده احساس ومشاعر لجهد اتبذل من اللعيبه والجهاز الفني واتحاد الكوره. بنتمنى ان شاء الله المنتخب من المرحله الجايه ان شاء الله في تصفيات كاس العالم، ونكون بنستقبلهم هم جايين الغانا ان شاء الله هم وصل كاس العالم. الكرة زمان كانت حاجة ودلوقتي حاجة تانية. اولا الكرة دلوقتي خير وسيلة للدفاع الهجوم، مش ان انا ادافع ما شئت بديهي. الكاميرون عاملة 113 هجمة ماشي، مصر عاملة 21 هجمة الكرة العرضية، واحنا محتاجين نهاجم عشان نكسب الماتش في البداية يعني. انا بالشوط الاولاني امبارح كان 100-100 والناس كلها فرحت، بس للأسف احنا استعجلنا الفرحة، وبرضو احنا ان شاء الله يعني اسياد افريقيا. بس اللي هو يعني الحمد لله ان هم حصلوا على المركز تاني، علشان احنا اصلا ما كناش واثقين ان هم اصلا يعني اللي هم هيتأهلوا للنهائي. بس الحمد لله هو كوبر طبعا مدرب يعني بيلعب بخطة دفاعية. مصر اصلا ما بتلعبش خطة دفاعية زي حسن شحاتة يعني. حسن شحاتة كان بيجيب جوان كتير، بيدخل فيه جوان قليلة، علشان كده كان بيكسب.
عندك حسام حسن دلوقتي هو حسام حسن المفروض هو اللي يمسك المنتخب مكان كوبر. بس طبعا احنا كان نفسنا يرجعوا بالكاس بس ما فيش نصيب. بس انا شايفه وكلنا شايفين طبعا ان هم عملوا اللي عليهم كتير يعني وتعبوا جامد وكلهم كانوا احسن من بعض ما فيش حد كان وحش فيهم بصراحه وكلهم تعبوا وكلهم كان نفسهم يرجعوا بالكاس برضه وكلهم كانوا عايزين مصر تفرح. بس اللي حصل ما فيش نصيب يعني والحمد لله ان احنا وصلنا للمركز ده يعني دي نعمه من عند ربنا برضه ان احنا وصلنا للمركز ده. ما